حرق منه الضياع من القلب الحزن. أنا يا قباط على بيت العمر والقبط ويستعد للامتحان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وهياخدوا عيال صغيرين يا عم محمد وناس صغيرين كمان يا عم محمد. يا ناس يا أهل البلد يا صغيرين يا كبار يا بلد قبل الصبيان. عم محمد يا وزة بيطنش. وزة وزة اديني وزة والنبي وزة. طب حيتي وزة. طب وركي وزة. عارفك يا ابن فردوس. مسير عكوشك في يوم مش حاسبك من ايده اللي خلصان. اصل نفسه يمثل يا عم محمد. وزة وزة. طول بالك علي. انا وزة. وزة فايدي. انا وزة. بس ذكر. طب وماله ذكر؟ ذكر طيب زي بعض. ذكر الوزة يا له. زي بعض. اللي قرب منه زي بعض. يعود بالاسم من الدم. هربت ليه يا ابن فردوس؟ فردوس. طيب. طب يا وزة. طيب. يا ناس. يا وزة يا وزة. واللي كان مش كان برضه تمثيل، بس هو اللي كان بيمثل. فتح الشباك بتتفرجي على ايه؟ بتسمعي الكلام الهلس؟ ما هي البلد ناقصة. يعمل رواية جديدة حضرته مش فرقة مسرحية. طيب يبقى قابلني يا حسن يا منصور لو عملتها. شلبية شلبية بنت شلبية. ما شفتش هلا بقى بنتي عبد الغفار افندي؟ لا ما شفتهاش. ليه؟ يا ده النهار الاسود ده كانت مكتبها بعد الجمعه من طلعت النهار ويا سيبها طار. لا اله الا الله. انت ما راحت فين يا ناس؟ شلبية بنت يا شلبية. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ادي يا سيدي اللي جاي يعمله في البلد بعد الغيبه الطويله. جاي يطفش البنات من بيوتها. حوش حوش عنا يا رب حوش. هو ما يحوش. احنا اللي لازم نحوش. احنا اللي لازم نحوش والا غضبه هيفضل نازل على البلد لحد ما يحرقها ويخلص عليها. لا هو اللي يحوش. هو اللي يحوش عشان دول بقوا موحوش يا عبد الغفار افندي. بقوا موحوش. لو حوش ولا تياولوا. دول لما فلسوا هناك جايين يدوروا لهم على لعبه جديده هنا. لكن انا موجود. أنا موجود وحكشف المسطول. الله. إذا كان سي العمدة آخر سارح معاهم وعامل لهم قاعدة ونصبة شاي وكركديه قدام التلفون. أهو رخر عرق انتهازي. أيوه. عشمان يتوسطوا له في مد العمودية يبقى يقابلني. حصيرة يا بنت اتفضل يا شيخ سوي. إيه؟ ولا حصيرة ولا حاجة. آه يا بلد. كله ناشف طاع. طباخ. طيب بس قول لها تجيب لنا قلة مية ساعة. حاضر. أنا عارف الولية عاملة بسقعة حامية كده ليه؟ قول لها ساعة وبلاش الحصيرة يا بنت. جاي من طرف الوزارة حضرته. أيوه. عاوز يفهمهم إنه بقى في الحب. لازم الواد ده ينكشف يا شيخ تسوقي. لازم يقف عند حده والمرة دي بالذات. تمام. تمام. هاتي يا بنتي هاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدار يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي البلد دي مش كان فيها فرقة؟ ومثلت في الحتة دي قبل كده؟ خلاص نطلعها له تقف قدامه وتلعب برضه في الحتة دي. ومين بقى اللي هيطلعها له؟ دلوقتي تلاقيهم كلهم جريوا عليه، دول حواطلية لا شغل على رشالة. الواد كبير أبو سالم هو اللي يعملها، مش رئيس الفرقة وهتروح عليه. معقول برضه يا تسوي؟ ابعت هاته. معقول برضه. كله يوسع. اتفضل يا سيدي. أنا الحسنين أبو فرقلة. ونعم ونعم. اتفضل يا جنينار اتفضل. ممنون متشكر. دلوقتي بقول لك اتفضل. أما ساعة الامتحان هنساعة كلاس عيالة ولازم تستحمل كده هو. لا يا عم كده بتضرب جامد. ايه مش لاعب. يلا خد عم. والله العظيم ما مشخص. تعرف لو ضربت كده ساعتها اخطفها منك وانزل بيها على قفاك قدام البلد كلها كده اهو. لا الفرقلة دي مش من اختصاصك قدامي. رئيس يالا. اتفضل يا سيدي. ادي بتوع الفرقة القديمة لابسين ورايحين له. ايه يا اولاد اللي عاملينه في نفسكم ده؟ الله انتوا ما سمعتوش وزة داير بيقول ايه؟ الاستاذ حسن منصور جه من مصر ومعاه مخرج كبير كبير جدا وهيكونوا فرقه مسرحيه. فرقتين اللي عايزين يكونوها. عارف بس هما ناسيين ان في فرقه في البلد. شوف راجل والنبي وابن راجل كمان. لسه البلد فيها ناس عندها كرامه. ويدخل بقى الكرامه في الموضوع. طبعا يا سيدي نار طبعا طبعا. حضرتك يغيب الغيبه الطويله دي عن البلد وبعدين يجي يلهف على الجاهز من غير ما حتى يقول اللي فيها عن اذنكم. طبعا يحط في عينه حصويه ملح. هو مين ده اللي يحط في عينه حصويه ملح؟ قر يا اخويا قر. استغفر الله. يعرف منين حسن منصور ان البلد فيها فرقه؟ شكله نايم على ودانه زيك يا عرفات. لا يا ابني عارف كل حاجه. اخبار البلد كلها وسطانه والبلول. محافظ على اتصالاته وهو قاعد هناك لغرض في نفس يعقوب. هو ايه بقى اللي في نفس يعقوب؟ طب والنبي تفطونا بقى من دسينا. ايوه لا اله الا الله. لامتى بقى مش حمشي نفسنا بنفسنا؟ انا عارف. ليه نستنى لما الغريب يجي يحركنا؟ كله غريب. ايه هو حسن منصور غريب عن هنا يا عبد الغفار افندي؟ لا ابدا. حسن منصور اتولد هنا وتربى وعاش هنا وسطينا وياما كنا بنقعد. حسن منصور ما عدلوش حاجه في البلد دي. حسن منصور باع ارضه وما باعش ارضه بس، لا باع بيته كمان اللي هنا. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ ايه اهو كل حاجه بظروفه. يا لا مفيش حاجه اسمها ظروفه. اللي هان عليه بيته تبقى هانت عليه بلده كلها. ما يجيش يتمسح فيها على اخر الزمن. خلصت الكلام. مش عاوزين نخش في الغميت. عاوز يعمل فرقه يتفضل يخش في فرقتنا. انما نروح له عشان يعمل علينا استاذ وهو اللي ينجحنا ويسقطنا يا سي محب. الكلام ده ما يمشيش علينا. فرقت ايه يا عم الدير اللي بتتكلم عنها؟ ما انتش عارفها؟ ها؟ احنا هنضحك على بعض. الفرقه ما قتلتوها من زمان واللي كان كان. ايه؟ هتصحوا الميت وهو بقى اللي هيصحيها؟ اسمع بقى يا عبد الغفار افندي. نعم. اذا كان في اي حاجات قديمه مستخبيه بينك وبين الاستاذ حسن منصور ملناش شأن بيها. روح نصفيها بينك وبينه. انما احنا ما تضيعوناش في رجليكم. حاجة 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 ايه بقى اللي هتبقى بيني وبينه يا سي محب؟ والله ما اعرفش. ولما انت ما تعرفش طول التسال بس. انت اللي بتطول لسانك عليا دلوقتي. ما تلزم حدودك يا اخي بقى وتتلان. وعيد المسخره. لا ولا يعني عشان روحنا الجامعه يعني ما عادش حد ما لعناه. ما تسكت انت. ما تسكت يا اخي. ولا لازم يعني تفعلينها زي عوايدك. ولا هوشنا اخويا هوشنا. كل اسكت عليكم وعلى تربيتكم. اخس مش تفتح يا عمى. لا مؤاخذه يا عم الشيخ دسوقي ما كانش قصدي.
والله يا عم الشيخ دسوقي ان شاء الله عدمك يا رب. ما حدش شفت يا ستير؟ البلد خلاص ما عادش فيها كرامه لحد، وهو ده اللي جاي يعمله النهارده، جاي يولع فيها حريقه ويمشي. مين اللي عايز يولع فيها حريقه؟ انت ولا هو؟ الراجل جاي يعمل مشروع مفيد للبلد، نشتغل معاه ولا نقف ضده؟ مشروع مفيد؟ ايه بقى المشروع المفيد ده يا سي محيد؟ ما تقول لنا عليه. شغل الهنك والرنك وهز الوسط اللي جاي يعلمه لاولادنا؟ بتقول هنك ورنك هز الوسط؟ طب يبني الجزء اللي رايس في المدرسه مثلا، ولا حتى يردم البنكه اللي جنب الجامع؟ وانتوا ما ردمتوهاش ليه؟ ها؟ مش انتوا برضو بتوع جمعيه الاصلاح؟ ولا بس يلا انا اسفقناكم. شايف موحيهم عليا بايه؟ موحيين عليك بايه؟ احنا لسه شفناه ولا قابلناه؟ ثم احنا مش عيال عشان يوحينا. يا راجل روح اجري، روح صلي على النبي روح. ده انتوا اللي عايزين تخربوها من اولها. انتوا اللي عايزين فرقه جديده ولا قديمه؟ هي دي الحقيقه. هم عايزيننا نفضل حنين راسنا في القلع والفحت وجمع الدودي واخر النهار لله يا محسنين. وهم المحسنين. يلا بينا يا جماعه نروح للاستاذ حسن. يلا بينا يلا بينا. وحوش اديني لفرات واحد واحد يا غجر. بيقلدني. اسمع يا شيخ دسوقي، اسمع حضرتك. ايوه العيال ده احنا لازم نوقفها عند حدها، مش كل ساعه والتانيه يصعدنا بتقليعه في البلد. ايوه اهدى بينه نوح. ايوه نوح فعلا. يا طول يا طول تشخيص. يا عبد الغفار افندي انا بتاع مزيكا، مزيكا وبس. طب اجري انت كمان مزيك لهم. اضرب السلام الملكي الحسن بيه يمكن يرضى عنك ولا حاجه. انا عمري لا ضربت السلام الملكي ولا السلام المربع ولا السلام المستطيل لحد يا عبد الغفار افندي. هي دي الحقيقه فعلا يا عبد الغفار افندي. انا ما بضربوش انا للغلابه والمساكين والتايهين والضايعين والمحرومين والمظلومين اللي زي حالاتي، وده اللي جايب لي الفقر لحد دلوقتي. يعني
يعني انت ما انتش رايح لهم دلوقتي؟ انا ما بروحش لحد يا شيخ بسوق اللي بيعوزني بيجي لحد عنه. اطمن يا اخويا، دلوقتي تلاقيهم محاطينك زي التبان من كل ناحيه. صحيح يا عبد الغفار افندي، يعني انا بضرب مزيكا حلو؟ طبعا. طب ليه ما قلتهاليش مره واحده من نفسي قبل كده؟ ليه كل ما افوت من قدام بيتك وانا بمزك ولا بغني ولا حتى بتكلم بتعمل كانك مش شايفني وحتى مش حاسس بيا؟ هو اصل انت بقى بصراحه يا روح يعني يا اله الا الله، يا ما الواحد جه في نفسه يقعد في الكتاب في الوسعايه بتاعت ربنا دي، الواحد يقعد هنا ويقول. تقول ايه يا نوح؟ اقول ايه؟ اقول اه عليك يا طير على جرحك وجواهك، واه يا طير وكيف تقبل جروحاتك وتنشف انت دمعاتك وانت تروض جناحاتك ترفرف في سنواتك، كيف يعني بيك يا طير؟ اوعى يا طير الفريق يا محمود، اوعى تقول ده وعده ومكتوب، يسير الجرح يا مجروح يشفى ويبرد على الغريب فيه، قلبك هو اللي فار فاضيين فايقين ورايقين. شفت يا عم؟ معلش يا نوح، ما تاخدش بالك. لا نوح، شايف يا عم الدسوقي اهو لسه. هقول لك حاجه يا نوح، اسمع سلام يا اخويا جاتكوا البلاوي، ما انتوش فاتحين الا في المسخره وفي الالم. يا سلام، ليه كده بس يا عبد الغفار افندي؟ كده هتطير الناس مننا يا اخي. يا راجل سيبك منه، ده صنف خبيث ولعيب بلا كلام فارغ. يا ناس اتفضل يا سيدي، ادي سويت صراحه كنا رايحين. من زمان
قول يا نوح، قول وغني على الله نوح، بداء الجرح والمجروح، وغني وفاض على القلب. وايه فاضل يا نوح يتحب؟ ايه فاضل يا نوح يتحب؟ الفن هو اللي فاضل هنا عمايل يا اولاد. انا هعمل مسرح ما اتعملش في تاريخ الحركه المسرحيه المصريه كلها. هعلمهم بتوع مصر اللي قاعدين لي هناك عاملين لي اساتذه هناك في الاتيليهات والصالات بيلعبوا بالابيض والاحمر والبنفسجي. بقول
طب الشعب هنا. طبعا هنا مش كده؟ هنا الشعب. حلاوتك حلاوتك يا استاذ انسي. اه ده الكلام اللي كان نفسنا نسمعه من زمان. ايوه النبي. الا صحيح يا استاذ حسن. ايوه قول سيبنا المده دي كلها ليه؟ دي بلدك برضو يا اخي ومحتاجاك. كل شيء بأوانه يا محب، المهم تجدعنوا في الامتحان. انا مستعد امتحن من دلوقتي. دلوقتي اظن هتمثل لنا الشيخ ربيع لما جاموسته غرقت في البير وقعد يعيط وينوح عليها ويعيط وينوح عليها. واخد بالك يا استاذ حسن؟ ايوه يعيط وايه؟ ويصوت عليها وينوح. خليك معاه لغايه لما قوموا طلعوها. اهي دي اللي حنتك يا ابن العنان. الحاجات دي قدمت خلاص يا عمري. كل روايه يكتبوها عن الفلاحين لازم تلاقي الجاموسه اللي غرقت في البير وصاحبها قاعد يعيط وينوح عليها. يعيط وينوح عليها. ويصوت ويصوت ويصوت. حاجه جديده. هلعب لكم حاجه جديده خالص. حاجه ما شافتهاش مسارح مصر كلها وبشهاده محيط. صحيح يا محيط. فعلا ده رايي. ايوه هيمثل لكم الليله دي دور عجيب جدا. وايه هو يا استاذ محيط؟ ايوه هو هيمثل لكم نفسه لما فضل ليله لحاله يدور على كلب عشان يعضه. عرفات شوف يقولك 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 عرفات يعض كلب. انا اللي كنت عايز الكلب هو اللي يعضيني. الكلب هو اللي يعض الكلب. ايه الكلب هو اللي يعضيني؟ لا لكن اسمع يا عرفات، انت كنت عاوز الكلب يعضك ليه؟ ما هي دي الحكايه. نستنى الامتحان ولا مستنيك دلوقتي؟ انا مستعد. ايه يا ابو علي؟ ايه يا عم؟ ايه البلد الروعه دي؟ بشرف احنا هنطلع من هنا بشخصيات عجيبه جدا جديده رنج على المسرح المصري. فعلا 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 يا استاذ انسي. لكن قول لي يا عرفات الفكره كده بسرعه والتمثيل بعدين. اه لا تعالى الحكايه انت هتبقى قصه ولا ايه؟ لا قصه يا جماعه مش قصه. قول مسرحيه مسرحيه ولا اللي امثلها. يا سلام يا استاذ حسن دفاع حاجات. طب قول لي الفكره كده بسرعه والتمثيل بعدين. خد بالك معايا. اقول لك انا بس. انا كنت اقول لك. طب قول لي انت الحكايه. احكي له بس يا عرفات الحكايه وبعدين اعمل انت اللي انت عايزه. انا فاهم. شوف بقى اسمع يا استاذ انسي الحكايه بقى باختصار كده. ان عرفات كان بيحب بنت من هنا من البلد اسمها لطيف. كويس. في يوم بقى رجع لطيفة من الترعة مالية الجرة عضها كلب. مش بتشوف يا يعمل ايه عرفات؟ يعمل ايه يا جماعة؟ ايه عرفات؟ ايه الحكاية يا ابن العنان؟ لا لا بس يا استاذ انت اللي هتقول يا استاذ. ما اعرفش انا ليه. انت اللي هتقول يا ابني. معلش يا استاذ انا سلمنا بس خلاص لو سمحت. خلاص معلش خلاص انت اللي هتقول. خلاص ايه يا استاذ فرحات مالك زعلان كده؟ خلاص بس 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 اتفضل يا استاذ فرحات. عرفات يا سيدي عرفات. عرفات ما حدش يتكلم خلاص قلنا ولكن ما حدش هيقول. اقعد يا جدع اقعد يا سيدي. ما انت شايف مش كله بص بس ما تقولش حاجه ولا حاجه. احنا شايفين كل حاجه. قلنا بص 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 معايا. كنا ساعتها سفاري شمس وانا واقف في الغيط بعزق سمعتهم بيقولوا لطيفه عضها الكلب لطيفه عضها الكلب لطيفه عضها الكلب. لطيفه؟ لطيفه مين؟ مفيش غير لطيفه واحده في البلد. يا نهار اسود مخي طاش. رميت الفاس وخدت ديلي في سنه وعلى البلد جاري. لطيفه حبيبه القلب عضها كلب. يا رب يا رب يكون كده. وجري جري 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 جري. على ما وصلت البلد كانوا شالوهي وركبوها القطر وسفروها على مصر يدخلوها مثل سلطان. ايه؟ اعمل ايه؟ لازم اشوف عيني تشوفها واطمن عليها. لازم اسافر لها مصر وازورها واقف معاها. بس ازاي؟ الناس يقولوا ايه؟ وابوها يزعل مني وانا عايز اتجوزها وبرضه لازم احافظ على سمعتي. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ وجاتني الفكره. كلب ايوه كلب يعضيني انا كمان ويشيلوني ويركبوني القطر ويسفروني على مصر ويدخلوني مستشفى الكلب. ايوه ونبقى مع بعض. قلت الكلب اللي عضيه الكلب اللي عضيه هو اللي يعضيني. سالت عليه قالوا لي ده كلب عمك احمد ابو ريب. كلب مين؟ عمك احمد ابو ريب. كويس قوي. ادور على كلب عمك ابو ريه مفيش. فص ملح وداب. حس طبعا بعمليته وهجم البلد. قلت مش ضروري ادور على اي كلب تاني. مشيت ادور ليله بحالي.
ولا كان. راحت فين الكلاب ما تعرفش، خفيت فين الكلاب ما تفهمش، ولف ودور ودور ولف، كلبي انا كلبي اهو كلبي انا كلبي اهو. مفيش ولا كلب، قعدت مقهور حزنان، ايدي على خدي تحت نبأ سيدي حسن البدي اللي هناك ده، وعلى فجأة ولاقي كلب جاي ماشي على مهله في الضلمة وحدي وحدي. تعالى لي يا حبيبي، تعالاش تعالى لي، ده انا مشتاق لك قوي. سبته لغايه ما قرب مني وهوب قمت نطت عليه ومسكه. ايوه وقمت قرص عليه جامد في ايد سرق، قمت حاطط الايد التانيه فوق. حطني يا كلب، حطني يا كلب يا ابو الكلب، حطني يا كلب. واعرف فيه ولا ادعه انا معروف قوم ساي عليك اني بتقوم، مش هزعل منك لو قضيت ده. انت ما تعرفش عطيتك هلي عندي قد ايه؟ ايه؟ ما تقعدش يا اخي يا لا، انت ما تقعدش ليه؟ انت اهتم؟ لنا ايه؟ انا ايوه قول ما تخافش قول. امثل؟ ده انا ماليش دور، مش لاقي دور امثله لغايه دلوقتي، عمال ادور على دور ومش لاقي. لكن مين عارف، يمكن على ما يجي الامتحان اكون لقيت دور. لو ما لقيتش بقى امثل واحد ملوش دور في الحياه. الله 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 يا ابو علي، يا سلام، دي حاجه تجنن يا عم. فعلا فعلا. طيب ويتمثل ازاي الدور ده بقى، دور اللي ملوش دور في الحياه؟ ها مثل ازاي؟ ما تقول ده شغل فطويب، ده شغل فطويب، دي حاجه تهوس يا ابو علي، يا سلام. الله تهوس ايه يا استاذ قمص؟ تهوس ايه بقى؟ اللي مش متعلم يلقى له دور، والمتعلم مش لاقي ايه؟ حاجه بتاعت ربنا بقى. تقول ايه دي؟ دقر ولا ايه؟ دقر ولا ايه؟ ايوه تصور بقى يا عمده، تصور اللي مش متعلم يلقى له دور، والمتعلم مش لاقي. ما هو يا اما يبقى دور بمعنى الدور يا مفيش داعي. يمكن نلاقي دور في الروايه اللي جايبها الاستاذ حسن. بيقولوا حضرتك جايب معاك روايه كاتبها لنا مخصوص، وليك فيها دور يا محمد، ودور مهم كمان. وانا يا استاذ وانت كمان يا عم. انا بتاع الكلب. انا عارف انك ايه واحنا نستغنى عنك برضه يا بتاع الكلب. ما يمنى احنا محتاجين فيها عدد مهول من الممثلين. نرجع بقى لموضوعنا، قول لنا بقى يا استاذ انسي، هتستغل المكان ده كمسرح ازاي؟ قول لي يا حضرة العمدة. نعم. ممكن نلاقي عندكم هنا شوية براميل؟
بربيل وشويه لوح خشب كمان. خشب ايوه. يعني عشان ما سكتنا لك تدخل بحمارة. حمارة ايه يا جدع؟ انا حنت حتى ما اعزل. سيبه يا سيدي، سيبه سيبه يا سيدي، ما اصله يوم. ده باين ونخر عايز يمثل. والله ساكت كده خد عايز يمثل. بقول ايه يا حضرة عمدة؟ الغفير ده يقص طبعا طبعا. هاي والله العظيم. طب يا جماعه اشغل يا ولد. استنى انت بس تسيب بره شويه يا عبد. يا عبد النبي حصل ده يقص معايا. روح خفيف. نرجع بقى لموضوعنا يا جماعه. ايوه قول لي بقى يا استاذ انسي، ايه حكايه البراميل دي؟ يا شيخ دي فكره بسيطه جدا وانا ما قلتلكش عليها قبل كده. لا 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 طب شوفوا بقى، خد بالك معايا. وانت معاك اهو كام برميل جامدين كده ويتحفروهم في الارض ويثبتوا على شكل مربع كبير، صح؟ وبعدين نغطيهم بكام لوح خشب وسلمتين ثلاثه من ناحيتين يطلع عليهم يمثل وينزل. طب يا حلاوي نمثل في العلاوي، مش يبقى الواحد عمال يمثل على الارض ومتاكل نصه. تخيلوا واحد زي حلاوي دي بيمثل على الارض ومتاكل نصه، يقول لك مش عارف. يا عم يا شاي يا شريف وتهش. لا انا بقول ايه بقى، ضروري يعني يا استاذ انسي حكايه البراميل وللوحدي ما نشوف حاجه ثانيه تحل محلها. زي ايه؟ قول اقترح مثلا. نجيب شجره ولا اتنين صفصاف او توت ونقطع جذوعهم حتت حتت بالمقاس اللي تقول عليه، وبعدين كل حته نحفر لها في الارض وتندق ونحط فوقيها طبليه خشب ويبقى ده المصر. هو ده بالظبط اللي انا عايزه. انت فنان كبير يا جدع. انت استاذ في المعمار المسرحي. انت مخرج عظيم. برافو والله انا سعيد بيك جدا. والله فكره يا استاذ انسي، ما تخليه معاك على هذا الاساس و وتتمرن يا محب على الاخراج. اخراج انا اي ابقى مخرج ليه؟ لا بس يعني مش عارف انك تقدر من غير دور. لا 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 بصرف النظر عمق الفرقه كمان لازم يبقى لها مخرجين، زي ما الممثلين هيبقوا من هنا يبقى المخرج كمان من هنا، بحيث لما نمشي احنا تبقى الفرقه كامله من كله وتقدروا تعتمدوا على نفسكم بنفسكم. هو ده رايك يا استاذ انسي؟ اهلا اهلا حضره المخرج. طب خلي بالك منه وانت بتوزع الاضواء. ايوه 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 وزعوها بقى بينكم انتوا بقى. سامع يا استاذ حسن؟ كل الوسع على الحسنين ابو فانيلا. هلا الجنة. مين دول يا حضرة عمر؟ صبرك بالله يا استاذ انسي، خلاص دلوقتي هتعرف كل حاجه. بلد نطلب منك. وراك وراك يا ابو فرقلة. انا عايز نمشي من هنا. طب وين؟ ابدا منين كل يوم؟ يا سلام. الله 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 الله. الهواء عندكم حلو والميه طير بالعطشان والارض خيرها كتير والناس الناس ولاد حلال مسالمين على نياتهم طيبين كده. شاهدين شايفين بقى احنا مسلمين احنا. وعشان كده قاعد ومش راضي بالساعة ده. يا سلام. خد انت بقى. لا لا يا عمر لا لا مش معقول. احنا ما اتفقناش على كده، ما فيناش من مسدسات. اسمع الحكايه بمزاجك فاضل بفرقلتك وعامل لي جدع. الله احنا بقينا في عصر التكنولوجيا يا ابو طعيه. سلم بسرعه. ارمي الفرقله دي وارفع ايديك. مش عايز ترميها؟ ايه رايكم يا ابو طعيه؟ نكمل ولا نستنى الامتحان؟ ده لسه في الجراب حاجات. مش معقول مش معقول ابدا. هاني هاني برافو يا اولاد برافو برافو. والله انا سعيد بكم جدا. ايه ده؟ انتوا عبقريات اكتشاف. عبقريات عبقريات يا استاذ، ده احنا هنا بيلعبونا كومبارس كومبارس. معلش معلش هي بقى ساهل انك تلعب كومبارس، انما ده الواقع. معلش
انتوا تراث الكوميديا الشعبية. شافوا تراث؟ تراث؟ يا سلام روعة العظمة دي. ازاي يا استاذ ما قلتليش عليهم بقى قبل كده؟ ازاي؟ انا شخصيا اتفاجئت بيهم. قولوا لي يا جماعه بقى انتوا تطلعوا بيه؟ الله جريه يا استاذ، انت لسه ما عرفتناش. لا ابدا، بس يعني المكياج اللي انت حاطينه. مكياج؟ طب وده 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 كله مكياج؟ طب ابراهيم ابو طابا انت نفسي ولا يا استاذ حاسن؟ ابراهيم ابو طابا بس يا عم ما كانش لسه خلص على الطابا. لا خلاص بقى، لا خلص بقى ابو حل. بكره يبقى ابو طش كده. عرفان كده محب، حاسب بقى محب لاكلك ولو انك ما تستحملش. الله يا ابو طابا الكلام الكلام من احسن احسنك. وانا يا استاذ ايوه لسه ما عرفتنيش. استنى كده اديني فرصه اهو. ايوه ايوه احمد المحسوب. ها صح 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 احمد قاسم الاهلي. عمر العيش ما تنعى على الحصول. ولا مش نصيب ولا ايه؟ مش نصيب ولا ايه؟ خش خش. خلي بالك احسن يبلعك. لا 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 تعالوا بقى اعرفكم بالاستاذ انس المخ. اهلا 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 اهلا. يا على مالك عليه يا اتكسر في ايدك يا اللي تنشال. راح عليه شويه. ايه ده؟ معلش ده ممثل ولا مصارع ده؟ برافو برافو برافو. انا سعيد بكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ثانيه ثانيه، انت ده فنان عظيم. يا سلام انت فنان عظيم والله. انا فاكر سلمت عليك قبل كده. الله ده كان ده مين ده؟ انت ناسي ولا ايه؟ يا سلام انت ايه روعه كل ده في البلد دي. انما ايه حكايه اللي اسمه ايه؟ الكن نار. ايه حكايه الكن نار دي؟ اقول لك انا يا استاذ انسي اصل الحكايه ايه؟ هي بقى اصلها الجنرال. وبعدين اتحرفت لما وصلت لهنا وبقت الجن نار بدل الجنرال. يا سلام يا سلام. انما ايه اللي خلاك تلعب الدور ده يا اسمه ايه؟ الجن نار. ايه اللي خلاك تلعبه يا استاذ جن نار؟ والله يا استاذ انا لعبت الدور ده عشان ما فيش ولا واحد منهم راضي يلعبه ولا ممثل راضي يلعبه. كلهم خايفين الناس يكرهوه. كل واحد عايز يمثل دور الزعيم الوطني الجريء اللي بيحرر بلده والناس تحبه وتسقفه. قلت طيب انا اللي هلعب دور الجنرال ويكرهوني يكرهوني هلعبه، ولو ان شكلي يمكن ما يكونش مناسب لكن هلعبه. هلعبه كويس عشان انا عارف غول ياكل الشعوب والغيطان والبحور. هلعبه عشان يفضل قدامهم باستمرار ما ينسوش، يقلقهم في صحيانهم ومنامهم لغايه ما يقوموا ويطردوه والبلد تنضف منه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الوعد. يا سلام شايفين وطريه الفنان تضحيته انسانيته. برافو يا سلام. هو ده يا سلام. ايه ده؟ حد يسيب المواهب المدفونه دي؟ الكنوز العظيمه دي حد يسيبها في بلده ويروح يرمي نفسه هناك في الغلب بتاع مصر؟ احنا قلنا ايه بقى يا استاذ انسي؟ ما بلاش بقى تقلب علينا اللي فات. احنا النهارده كلنا بنتولد من جديد. عنسكم بقى نروح مشوار صغير وبعدين نبقى مستعدين للامتحان. على طول كده؟ ارجوكم ما تجوش. انا ما تجيش ازاي يا استاذ؟ انا رجعت على طول. انا عقدت عليكم الامل. ايوه رجعت على طول. انت بالذات هو عمل كده. انا الاستاذ قال عندي بس 100 عشان تولد حولتها وراجع على طول. طب يلا. سامعين؟ ده لازم نوح. تقول نوح؟ نوح؟ نوح ده مين؟ من بلدي؟ طبعا من بلدي يا استاذ انس. مش عارف افتكرته راديو. لا ده نوح. ايوه 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 نوح ابو الفتوح افتكرته. فعلا كان غاوي وهو صغير. اتعلم له يومين في المعهد بس يا خساره ما كملش. بتقول معهد؟ نوح في مصر. بس اسمع ابوك لو سمحت. ها؟ يا سلام يا سلام. الله الله الله. العب احذف قول يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا عيب. يا سلام. سامع شايف الناي يا استاذ حسن؟ ايوه فعلا. الناي بقى لما يطلع من منبته من الارض بتاعته من التربه. يا سلام. مش معقول. ارض العمده. ارجوك لو سمحت خد من ايدي وديني له. انا عايز اشوفه. صبرك بالله يا استاذ انسي. اكيد جاي علينا بس بيفرش لدخوله. اصبر يا استاذ انسي.
يا اصبر، نوح ده بقى اصله معلم كبير قوي، يعني لازم يفرش والحاجات دي وهو داخل. دينا ايه جايب فرقته وهو جاي؟ الله ضروري. انت بتقول فرقته؟ فرقته هو عنده فرقه فعلا؟ فرقه عظيمه جدا يا استاذ حسن، عظيمه جدا، وكل واحد معاه الاله بتاعته. اوركسترا يعني. ايوه ممكن نلاقي مدهش مدهش عظيم يا حسن. كل ده بلدكم ولا انتش داربين؟ لاني غريب، لاني يا استاذ لاني سبتها من 100 سنه. اهلا اهلا هو استاذ نوح، انا بنتظرك والله. اهلا 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 اهلا. دورت البلد بشرف بشرف. انت فنان عظيم، اعتبر نفسك خلاص ناجح في الامتحان. ايوه يا استاذ نوح. يعني ما انتش عارف امتحانيه تعرفها؟ امتحانيه جاهزه. انا مش عارف. ايوه نوح افتكرت لا بالحب يا ابن بلد. حب حب. ازيك يا نوح؟ عظيم. ازيك؟ دورت البلد. الله يخليك. فينك يا راجل؟ وحشنا من زمان. انت عظيم، وحش الناس كلها. ايه انت اللي وحشني قوي 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 يا ابو علي. الله يخليك. يا استاذ نوح مؤاخذه، انا اسف قلت شويه كلام فارغ كده. امتحان وحاجه زي كده، انما ايه امتحان ايه يا عم؟ دي حاجه فوق مستوى الامتحانات والله. فعلا ده اللي هو واحده طبعا. طبعا يا استاذ نوح، احنا فوق قوي في العلاوي. سامع يا محب؟ طبعا يا نوح. سامع يا حضره العمر بتاع مصر بيقولوا علينا ايه؟ سامع سامع. عشان شعر البلد ما بيسلهاش طبعا، لكن الفن له ناس وناس. الفن بتقدر. حلوه بقى. الفن له ناس وناس. الفن بتقدر. ايوه قول بقى. الفن له ناس وناس. الفن بتقدر. ومنين اجيب ناس تشيل الكلمه وتنور؟ الفن له ناس وناس. الفن بتقدر. ومنين اجيب ناس تشيل الكلمه وتنور؟ عطشان يا بيت الدره، شرقانه يا بلدي. يا بلدي شرقانه يا بلدي. عطشان يا بيت الدره، شرقانه يا بلدي. يا ساقية دوري وهات ميتك عندي. دوري يا ساقية وهات الفرصة للفنان. ده الفن وقت الشدايد ينقلب بركان. والفن يا فن لازم يفتح البيبان ويخوض صعاب المعارك يخدم الإنسان. ويا ألف مرحب بضيفنا الجاي من البنجر. يا سلام. يا سلام. يا ابو الانسانيه، يا ابو الحضاره كلها، يا حضاره يا سلام. على فكره يا نوح، انت لازم يكتب لك روايه اوبريت، ينكتب علشانك. ولازم لازم لازم يا نوح. ايوه يا استاذ حسن، بس يعني قبل الروايات لازم يحضروا معانا الامتحان. طبعا. ولا ايه؟ وجودكم معانا يا جماعه في الامتحان هيعمل جو، هيبني المشاعر، هيفجر المواد. يفجر يا استاذ انسي. حرام تخليه يفجر. حلاوتك يا ابو الانواح يا نخليل. ايه يا دي عفار؟ حلاوتك لما اكون بمثل في حتي وتروح داخله في دماغك وتروح طالع معايا بنزكتك. شوف الواحد هيعمل ايه. طب افرض بقى يا حيدي ما دخلتش دماغه. خلي بالك شغل العمر على مين؟ عايز يوقعنا في بعض ابدا. لا يا حبيبي، الحته اللي هتعجبني من عرفات هعبر له عجز احساسي، بس على شرط ما فيناش بزعل على ابدا. مدهش مدهش فكره هايله يا استاذ نوح. هو ده اللي انا ممكن اعمله يا استاذ فعلا. انتوا هتمثلوا وانا هقعد اتفرج عليه. الحته اللي هتدخل جوه قلبي هتلاقوا المزيكا تطلع لوحدها. قصدك موسيقى تصويريه يعني؟ بس من غير ما تكون مقصوده. يا سلام. هاي هاي يا نوح، هاي العظيم مدهش يا استاذ انسي. استاذ انسي بس وجدتوها. ايه؟ تعرف نوح يقع فين هو وفرقته؟ يا سلام لو على المصطبه اللي تحت الشباك. هنا يا محب. هنا هو على المصطبه اللي تحت الشباك. بص يا نوح، وتبقى بقى بتشوف لنا كشف المسرح والممثلين كلهم. ورا شويه ورا شويه اهو كده اهو كده. هو ده برافو. خلاص اتحلت اتحلت يا جماعه. بقول لك يا ابني انت مخرج بالسليقه. كويس اني مالكش دور. ايوه كويس. شوفوا يا جماعه بقى المسرح هيبقى هنا اهو في المربع ده. ممكن نستغل فين يا استاذ انس؟ هنا يا استاذ حسن. هنا في المربع اللي عندك ده. ممكن نستغل المقدمه دي كمان. ايوه ورا هيبقى المستويات الطبيعيه الظريفه دي. ايوه انت يا جدع. اخر انت الباك جراوند ده. الخلفيه او المتاسف. ايوه الشباك ده هنستعمله كمان ديكور طبيعي. ايوه ايوه ديكور يا عمده. ايوه فاهم فاهم راكور. ايوه قول لي يا حضرة العمدة. نعم. البيت ده بتاع مين؟ قصدك الدوار؟ بتاع عبد الغفار فندم. لو سمحت والله يا عمدة تطلبوا لنا منه ليلة واحدة بس. شكرا. عشان الممثلين يلبسوا ويقلعوا ويعملوا مكياج. ليلة دي ومن هنا. ليلة إيه يا أستاذ؟ يا ابني كفاية ليلة وبعدين طبعا هنتصرف. ليلة إيه بقول لك؟
حتى ولا خمس دقايق. جرايس محب، انت نسيت ولا ايه؟ السوقي عليا كفايه والله يا استاذ ممثل في الحته دي. ليه؟ انما تدور والمصطبه دول سيبك منهم خالص، كانهم مش موجودين. ايه الحكايه دي يا ابن العنان؟ ايه الحكايه يا محب؟ لا يا استاذ حسن، بس اصل يعني ايه؟ يا استاذ حسن عرفات عنده حق. اهو عرفات عنده حق، عبد الغفار افندي بيكره الفن وبيكره التمثيل والموسيقى والحاجات دي. أيوة. ما بيطيقش محمد وز يقعد هنا وينات، مش معقول هتجيبوا له فرقه وناس تقلع وتلبس في الدوار، مش هيرضى يا عمرو. يا جماعه يا جماعه، انا عاوز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لا اصل يعني قول يا محب. قول يا استاذ حسن. ايوه يا سيدي. انت في حاجه بينك وبينه؟ بيني وبين مين؟ عبد الغفار فندي يا اخي. وبعدين قلنا بلاش ندخل في الحاجات دي، نسيبه على عماه. يا محب انا عاوز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لا ابدا يا استاذ حسن، بس يعني هيحصل ايه؟ ما حصلش حاجه. الراجل يعني مش متحمس للعمليه زي ما انت عارف، وبعدين بقى هو من النوع المحافظ. محافظ عليه يا سيدي؟ يا استاذ محب محافظ عليه بس؟ بطلوا الرجعيه دي بقى. مش شرف يا عمده، انا افتكرته بيت مهجور. ثم احنا مالناش شأن جوه البيت، احنا عايزين المصطبه والدوار ليله واحده بس. بتاتا ليله واحده وبالايجار. ايوه انا هديله هو عايز يوعد. يا استاذ انس الله، هو في منا وبين بعض فلوس يا راجل؟ عيب. انا بقول ايه يا استاذ انسي؟ بلاش بلاش نكلمه في الحكايه. جرايها يا عسل يا اخي، انت كده بتفسد المشروع يا اخي. تعالى ارجع بس. انا ارجع بس، هتنرفزوا ليه بس يا استاذ؟ انا مش بنرفزه يا استاذ عمده. يا استاذ حسن، بس هنقدر نحلها. حضره العمده سلام عليكم، انا استاذن. انا يا استاذ نوح. يا نوح خلي يا استاذ نوح. يعني سيبني ازاي في اللحظه الحرجه دي؟ سيادتك شايفه؟ لا انا مش هسيبه، ده انا هروح اجهز الناس بتوعي عشان الليله ولا ايه؟ يعني هتيجي؟ لا جاي والنبي. اوعى ما تجيش يا استاذ نوح. وراح ابويا جاي، احنا نرضى. انا عقدت عليك الامل. جاي والنبي، السفينه من غيرك هتغرق يا نوح. لا احنا نرضى يا استاذ. طيب. سلام عليك. سلام يا استاذ نوح. هيفلق يا استاذ نوح. اوعى ما تجيش، انا باكد عليك اهو، انا جايب لك معايا شغل هايل من مصر. مع السلامه. يا سلام، فنان فنان عظيم، وسرقه واداء وغناء وتعبير صدق فعلا. طب بس بس يا استاذ انسي، بعدين جبنا في سيره القطه وجه ينط. اعوذ بالله. مين ده يا حضره العمر؟ عبد الغفار افندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والبركة. أهلا 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 وسهلا. أهلا وسهلا. الأستاذ أنسي عبد الغفور مخرج كبير من مخرجي مصر. أي نعم. معلش معلش معلش. طبعا أنتوا سمعتوا عن الفرقة الجديدة اللي إحنا هنكونها يعني. طب وفرقة ليه يا أستاذ حسن؟ البلد ما فيها فرقة. ولا أنا اللي اتعملت مسح باستيكا من غير لائحم ولا دستور؟ اسمع يا بدير، اولا بلاش الطريقه اللي انت بتتكلم بيها معايا دي. والله هو ده بقى اللي نعرفه. الله، اصل مؤاخذه اهلنا ما علموناش. بدير يا ابو سلامه. ايه بدير؟ ايه الناس ضيوف علينا عيب. اختش. اسف يا حضره العمده، انا مش ضيف عليكم. لا بالعكس، انا زيي زي اي واحد فيكم هنا. انا اذا كنت غبت عنها ايام وسنين فبالجسم بس، انما روحي باستمرار فيها ليل نهار بخيالي عايش فيها. والله المساله مش بالكلام ولا بالخيال يا استاذ حسن، المساله بالفعل. وبعدين انا قلت ايه؟ هتسيبونا بقى نتكلم ولا نمشي من هنا احسن؟ المساله مش بالكلام يا ستيه زي ما بتقول. ايه هو بقى اللي نمسحه بالسيكه؟ وليه نمسحه بالسيكه اذا كان فعلا موجود واقف على رجليه؟ فين هي الفرقه اللي انت بتقول عليها دي؟ موجوده ومحب وعرفات فيها، والحسنين ابو فرعين لو الجنينار فيها وغيرهم كتير. لا ما لحد كده اتبطل الحكايه، مش خف طوائي. شفت بقى؟ ومع ذلك فالامتحان هو الفيصل بين الجميع، اللي عنده رغبه يتفضل. اهلا وسهلا. ومين اللي هيحكم؟ مين اللي هيحكم ان كان ده ناجح او ده صاعد؟ لجنه هنكونها وممكن تبقى انت فيها، والاستاذ عبد الغفار كمان، الا اذا حبيت انت تدخل كممثل. اظن بقى مفيش حجه لحد بعد كده. واللي يعرف يمثل يبقى يجي يفرجنا في الحته دي. عندي اذنكم يا جماعه عشان عندي مشوار مستعجل. يا عبد الغفار افندي، عايزك في موضوع. موضوع؟ موضوع ايه؟ يا رب الكلام ده بس يا عبد الغفار افندي. تنفع 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 تن
طبي بلاش تلعيح. ولا هتقف كويس وتنصلح ولا الهفك على قفاك؟ لا اما انت قبل ما تلهفني على قفايا هكون انا اللي لهفك. دي يا ردي انت فاكرها ايه؟ فوضى. ما تشوفي حد العمر. انا حرامي؟ ايوه حرامي. طيب حرامي يا حضره العمر. طيب حرامي يا بلد بلدك الغابر دي. طيب كان عايز يسرق البعثة بتاعتي ولما جيت امسكه ضربني. لازم تبلغ المركز يا حضره العمر. يا سلام والله يا ربنا. واذا ما بلغتش انا هروح البندر بنفسي وابل. حضرتك بنفسك هتروح البندر؟ انا بنفسي هروح البندر. انت هتبلغ المركز؟ ايوه انا حبيبي. انت؟ ايوه انا. يا اخي اتنيه على عينك وشك. ايه؟ طلع عينه. ايوه. عايزين تعملوا لي فرقه تمثيل. وسايبين البلد الحرامية يسرحوا فيها. يا اخي بس. بس ادي انت ادي انت ادي انت ادي انت. بس لما تاخدني حقي. فلما ما يعرفش يسرقني يضربني ويسيح الدم مني. تضرب كده يا ناس. مش عارفين ده يا استاذ حسن يا منصور يا طول عمرك مع الغلابه والمظلومين. طيب ولا انت كمان نسيتنا؟ يا اخي بقول لك اقعد بس بدون ايه؟ انت مش هتسكت. انا بقى ايه يا فتوح؟ الله هخلص عليك. ريت معني كل الرجاله دول مش مالين عينك ولا ايه؟ يعني ما انتش شايف يا عبد الغفار افندي؟ خلاص اسكت. سكتنا. طب اسرق حد غيري. بس اسرق حد غيري في ليلتك الغابره دي. انت اللي ما عايزينش غيرها. ده حد لطيشها. ايوه ابن اللي امك بتسرق عليه بشويه طماطم. انا عندي معزه. انت عندك ايه؟ يا سيدي انت ما فيش في جيبك تعليم. ده انت ما بتشربش شاي على القهوه الا سفلاه. امال لو كانت جاموسه مش معزه كنت عملت ايه بقى؟ اخرس اخرس خالص. انت اخرس. انت مالكش دعوه. انت جاتك البلاوي ضحش. انت مالك انت؟ ورب المعبود شوف ورب المعبود اللي هينطق بكلمه لم كتفه وحتفه في التليفون. خلاص يا شيخ جابر حضره العمده هيحقق في الموضوع. تعالى يا عمده. انا بقول ايه يا حضره العمده؟ انا عاوزه يحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط لو سمحت. ايه ايه اللي حصل؟ جرى ايه يا استاذ حسن؟ جرى ايه يا استاذ حسن؟ انت مصدق الكلام الفارغ ده؟ ده نفسي يقول للناس دي كلها ان عنده معزه لكن ودي اللي طلع كل ده عليه. وين ما فرقت بس
جماعة عشمانين فيك في حاجة. الأستاذ أنسي بيستسمحك في الدوار بتاعها ليلة واحدة ما فيش غيره. عشان الممثلين يخلعوا ويلبسوا ويعملوا مكياج. أستغفر الله العظيم! بس بس! فينا يا شفت سوء أحسن ربنا يستر على الواحد. ما تخليني أخذ ما بخليك! عايزني أكلمك أقول لك إيه؟ إيه؟ يا بلد خلاص ما عادش فيها إسلام. عايز تدخلني رجاله يلعوا يلبسوا في بيتي؟ مش كفايه انكم هتنصبوها هنا قدام الدوار؟ اتفضلوا اتفضلوا خدوا البيت كله مش الدوار وبس. اذا كنتوا عايزين ننزل لكم البلد كمان نسيبها لكم. يا استاذ عبد الغفار احنا اللي هنمشي من هنا خلاص ما دام بيعك خلاص يا حضره عمر احنا لازم نمشي من البيت كبيره في حقنا قوي والله. طبعا كان يسنى ان دي تبقى نهايه. يا ترى يا
السرطانة شكلها بقى ايه دلوقتي؟ عايشة ازاي؟ بتعمل ايه؟ نفسي اشوفها، نفسي اشوفها. البقية في حياتك يا حسن. يا ساتر يا رب. البقية في حياتك يا حسن. يا ساتر يا رب. يا ساتر. كلام. كان كله كلام. وادي النهاية. شلبية! فات يا شلبية! يا شلبية! شلبية! لا. لا. مش دي النهاية. شلبية خرجت. ليه أنا كمان مخرجش؟ عاوز أخرج. أخرج. أكسر الحيطان وأخرج. بس ازاي؟ ازاي؟ What's up?
الحكومة. جدع يا نخلة، يا درباس انت، يا درباس متعربس انت مع العالم كله. بس يا ابن فردوس. ايه وانا واقع من الامر. اه يا ابن فردوس. شلبية انت كنت تاني يا بنتي يخرب عالي، لو راجل الصبح داير يلف البلد يدور عليك. طب بس نقطينا بالسهلك وخلينا نتفرج. طب بس نخش هنا قصدنا عشان ما يشوفوكيش. اما هتبقى حسيتنا يا ولاد احسن ليه. وهي شلبية اللي تطلع شمال. طب والنبي تتعبك. طب وانت ما تطلعيش ليه؟ ابوكي سايبك على حل شعرك. يا خرابي. لا يا اخي ده انا كنت اكشف فوق. إنسان يصور مشاعره في ليلة زي دي، إنما اللي بشوفه دلوقتي دليل على حيوية هذا الشعب ورغبته الأكيدة في إنه يعيش أجمل وأعظم حياة، وهو قادر وحيكون بإذن الله. بإذن الله. البعض منكم يفتكر لينا كلام مع بعض قبل كده، الجيل الجديد الصابح ده ما يوعاش عليه، كان كلامنا أيامها دايماً كله في السياسة والسياسة المباشرة. الإنجليز لازم يخرجوا
بقايا الإقطاع لازم تنتهي، والرأسمالية المستغلة لازم تخلص، والشعب يمسك مصيره بين إيديه. النهاردة بعد كل السنين وكل الكفاح والمعارك اللي فاتت بنقعد مع بعض ونقول كلام تاني. الصورة اتغيرت لحد كبير، في معارك كبيرة نجحنا فيها، وفي معارك كبيرة أيضا ومريرة اتهزمنا فيها. النهاردة بنواصل بس بشكل تاني. طبيعي في ناس منكم دلوقتي بتقول في نفسيها، وهل هو ده الكفاح النهاردة؟ تكوين فرقة مسرحية؟ أنا بقول آه. صورة من صور الكفاح مهمة جدا. أنا في تقديري وفي إيماني إن الفن هو قائد هذه المرحلة الجديدة اللي احنا بنمر بيها الأيام دي. مرحلة بناء الإنسان من الداخل وإطلاق وتفجير كل الطاقات والمواهب المحبوسة جواه. هو بيقول ايه؟ يا بني ادم اقرا في التعليمات. معلش والله ما انا فاهم. معلش من حقه يفهم. معلش. وده الهدف من تكوين الفرقه المسرحيه. فرقه تبقى ضمير هذا البلد، تبقى كحه، تبقى شفاء، تبقى حسن، تبقى حلمه وامله الجميل في الحياه، تبقى المرايه اللي نقدر نشوف نفسنا فيها كل ليله ونقول هل احنا راضيين عن هذه الحياه او غير راضيين، والمهم نعمل ايه علشان الصوره تتغير لاجمل واحسن يوم بعد يوم، ومصيرنا يبقى بين ايدينا بالفعل مش بالكلام. قول يا استاذ، قول فين كلامك الحلو ده من زمان؟ قول كمان، قول واذا كنا بنقول ان الفن تغيير فهو في نفس الوقت ترفيه وترويح. احنا كنا نخرج من المسرح من دول انا والاستاذ انس المخرج بعد سهرة. غنية ممتعة ونمشي في شوارع القاهرة الجميلة المنورة، تترسم بلدنا دي فورا قدامي واقول له اهي زمان بلدنا دلوقتي غرقانة في الضلمة، الناس نايمين من التعب هلكانين، ليه كل شيء يبقى للقاهرة والفلاحين الشقيانين مالهمش غير العرق والكتح والشقة؟ أيوة والله، تعال على الجرح وقول. ومن هنا كانت الفكرة اللي جينا ننفذها معاكم النهاردة، فرقة من أهل البلد ذاتها ما يدخلهاش أي عنصر غريب، كل عناصرها لازم تبقى من هنا، من ممثلين لمخرجين لموسيقيين لبتوع ديكور كمان إذا أمكن، بحيث لما نمشي احنا من هنا تبقى الفرقة كاملة من كله وتقدروا تعتمدوا على نفسيكم بنفسيكم. هلا طب والتأليف يا أستاذ حسن؟ أيوه معايا الروايات مكتوبة أقدر أسيبها لكم، ومع ذلك مش غريب إطلاقا إننا نفاجأ بمؤلف يطلع من هنا، ليه لا؟ زي ما الأخ الفنان موسيقى روح ومجموعة ممكن من هنا برضه يطلع المؤلف الكبير، ليه لا؟ احنا في الساعات البسيطة دي اللي قضيناها معاكم النهاردة اكتشفنا مواهب عظيمة تفرح القلب، جديرة بكل احترام، وهتشوفوها وهتشوفوا دلوقتي مفاجآت ما كانتش على البال. انتوا عارفين مين اللي عمل المسرح ده مع الأستاذ أنسي؟ مين؟ الأخ محب والأخ عرفات ومعاهم الأخ صديق الغفير. بلدنا دي يا إخواني عايزة حاجة واحدة بس، إنها تثق بنفسها. شعبنا العتيد يوم ما يثق بنفسه هيصنع المعجزات، لأن المعجزات مش جديدة عليه. شعبنا عمل معجزة الأهرام، معجزة الحضارة من آلاف السنين، معجزة استمرار الوجود رغم الكوارث والمصائب اللي حلت عليه عبر العصور والسنين، وهو ما زال صامت وشامخ ومؤمن. لازم نثق بنفسينا يا جماعة، لازم نطلع على وش الدنيا من جديد اللي جواه حاجة يطلعها إلى أبواب مقفلة لازم نفتحها. كفاية حب، كفاية حزن. احنا خوفنا كتير وحزننا كتير، كفاية
كفاية كفاية. خوفنا كتير ومات منا كتير، ولا بننطق ولا بنسمع ولا بنشوف. يا بكرة الجاي أنا بعرفك تجيني أمامي، تعال راكب الرخوات، تعال فارس الفرسان، تعال دق على البيبان وصلي، خد إيدي وعديني لبر الشمس والضحكة، وخليني أمد الخطوة على السكة. يا بكرة الجاي أنا عطشان، أنا يا بكرة صدقني أنا إنسان كرهت الدمع والأحزان، ومش عايز أموت نايم على سريري، أنا عايز أموت واقف على حيلي وعهد الله. أنا قادر لكن صابر 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 صابر. مش قادر أضبط عيني يا بكرة وأموت من الخوف. شا
حاجة ممكن تهدد الفرقة بالفشل تماما. ومع ذلك بلاش تستهدف. الله، طب ما تجيبوا البت سيدة ام عمو. مين سيدة ام عمو ديت يا متفرج؟ ابدا يا استاذ امزي ابدا. دي بنت غزية كده تلاقيها متقطعة في كل حتة شوية. ايوه لكن عليها حركات يا حضرة المخرج. يا خرابي ترقص رقص. مش مكسوف على دوخنا. انت مش مكسوف على دوخنا. انت مش مكسوف. بس 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 اخلص خلاص خلاص روح اكلي بس كده اقول لك روح هاتها دي طب وفيها ايه دي ما انت تطيعش هتفهم ايه روح نادي عليه نادي عليها صديق وانا هنادي عليها بري يا حضره العمر هي لو كانت في البلد وسمعت ما كانتش استنى يا اخوان يا جراي يا اخوان لا سيدي تو بتاعت احنا عايزين ممثله مش خفيه جراسس حسن اللي لحظه بالشكل ده يا اخي ثم انا الدور اللي حمثله محتاج فيه لواحده ست ناس القصاد ما مثلش عشان ما فيش سين لا حمثل الراجل يا حمثل السين يا لعب يا لعب عرفات هيعمل عيش طب انت مالك انت مالك والله وعرفنا اسم ابوك يا اتفضل يا استاذ امسي اقرا الاسماء الامتحان هيبتدي انا اللي حمثل انت مين؟ ولينا انت مين؟ وإذا نجحت تاخدونا أمثل معاكم في الفرقة على طول. تبقى مين؟ يمكن تكون لازم نعرف هي مين؟ كله يرجع مكانه. احميني يا حضرة العمر. احميني يا حضرة المؤلف. وأنت يا حضرة المخرج. فداك يا ست الكل. أوعى حد يقرب منهم. يا الغلة! قول له لازم حده! استقعد يا هلا! مش لسه كنتم بتدوروا على واحدة علشان تشخص لكم؟ أنا هو إيه؟ مش عايزين؟ بسيطة! ارجع تاني من مطرح ما جيت لا ترجعي فين بس مستحيل يمكن مش عايزين لا عايزين لا عايزين بس نعرف هي مين هو ده الشرط الوحيد انكم ما تسالوش دلوقتي انا مين ايش خلاص ايش خلاص لكن قبل ما امشي لازم هتكونوا معرفتم انا مين موافقين 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 الشباك ده شباك بيتي يكون في علم الجميع سفانة وقلة حالة مش عايز وإلا ورب المعبود لترفعها عليكم يا سلام يا سلام شايفين؟ شايفين اللي متأكد من مراته مظبوط؟ مربيها على ديه مش انتم؟ كل واحد دلوقتي الفار بيلعب في عبه تعال هنا تعال مسروق كده ورايح على فين؟ فاكرني مراتك مثلا؟ لا اطمنوا كلكم انا مش مرات اي واحد فيكم ولا يعني ايه؟ يعني ما انتش من البلد دي؟ لا يا عمده من البلد دي وبنت الارض دي زي ما قال حضره المؤلف بالظبط بس مش عايشه زي اللي عايشين يعني ايه؟ انا روح يلا بالي انا
بتؤمنوش بالارواح؟ ارواح ايه الحكايه؟ بسم الله. انتوا فاكرين اللي بيموت بيروح؟ لا، الجسم بس هو اللي بيروح. مفيش في بلدكم دي بنات ولا ستات ماتوا مقتولين؟ مقتولين. واللي قتلوهم في وسطكم دلوقتي موجودين. اصلها مين؟ شرف. دي بينها مش جن فعلا. ومش جن ولا شيطان، انما روح. روح بتطلع على بلدكم في كل ليله في الميعاد ده، تمشي في وسطيكم تشوفكم ولا تشوفوهاش. اصل بلدكم ضلمه، تملي ضلمه. لقيت كل ليله هايصين ومنورين وعاملينها لعبه، قلت العب معاكم. تسمحولي؟ ما نسمحش ازاي بس؟ انت ست وتجراسي، انت امل النهارده في الحياه. صبرك شويه يا حضره المخرج، هي مصر مالها عصبيه كده؟ نعم. مش تستنى الاول لما تشوف؟ يمكن ما اعرفش امثل. ما تعرفيش ازاي بس؟ لا 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 لا، مش ممكن. الليلة دي بتتولد اعظم ممثله في مصر كلها. الله، مش لازم الاول انجح في الامتحان؟ ما تنجحيش ازاي؟ مش ممكن ابدا. كفايه دخلتك، كفايه وقفتك، كفايه. لا، مش كفايه، انا عاوز امثل وامثل قدام كل دول. تمثلي ايه بس؟ قولي لنا، احنا تحت امرك. ادي المسرح وادي الجمهور وتاريخ المسرح بيسجل. همثل لكم واحدة اتقتلت مرتين. مش قلت لكم ان انا اروح مرتين؟ واللي قتلها اول مرة كان حبيبها، والمرة التانية كان جوزها. تيجي ازاي دي؟ مش فاهمين؟ ما تسكت يا بني ادم، ما انت هتفهم. فرجين فرجين. اللهم اجعله خير يا بنت. يا وعشان امثل عاوز منكم اتنين، واحد هيمثل حبيبي والتاني هيمثل جوزي. انا امثل حبيبي. لا مش انت، وما تزعلش مني، ياما بكره هنمثل مع بعض ادوار. أنا ولا أنت كمان؟ ليه؟ ده أنا بدور على دور. مش دورك ده يا محب، وحتشوف، لكن دورك جاي، خليك معايا، المهم أنجح في الامتحان. طب أنا أمثل حبيبي وأدي الفرقة، ولا أمثل جوزي؟ لا مش أنت، ولا هو، ولا أي حد فيك، وما تزعلوش مني، ياما بكرة هنمثل مع بعض أدوار، المهم إن أنجح في الامتحان. اتفضلوا. اتفضلوا اماكنكم لو سمحت. اتفضل يا استاذ. انت وهو روح مكانك لو سمحت، سارجوك. مش معقول هنستمر بالطريقه دي ابدا. هتمثلي مع مين حضرتك؟ هختار، وعلى شرط اللي هختاره ما يقولش لا. موافقين؟ موافقين موافقين. اللي مش موافق يرفع صباعه من دلوقتي. كله واقف، كله واقف. سامعين؟ كله موافق. شايفين؟ كله موافق. انت؟ انا؟ ايوه انت. انت اللي هتمثل حبيبي، تسمح تيجي؟ بس انا مش ممثل، انا مؤلف. ما انا عارفه، وعشان كده اخترتك، عشان لما اقول كلام تعرف ترد علي. ايوه بس ما بسش ولا حاجه. انت قلت موافق. انت موافق، انت موافق. لازم امثل، لازم امثل. طيب انا همثل. امثل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مستعجل ليه؟ دلوقتي هتفهم كل حاجه. ده انت مؤلف، يعني لازم تفهمها وهي طايره. تسمح تتفضل على المسرح؟
مستني بس يا استاذ. يا استاذ مستني. بدك هذا تمثل معاها يا اخي الشبقحه. الظاهر اننا مش قد المقام. بتوع مصر بس هم اللي بيعجبوه. ازاي؟ بالعكس انا طول عمري مؤمن ان من هنا ممكن يطلع كنوز. شايف بتعرف تمثل حلو ازاي ولا انت اشتاري؟ بس انا مش ممثل. انا بكرر حقيقة. تصور بقى الحقيقة لما تبقى زي التمثيل والتمثيل يبقى زي الحقيقة. محدش يعرف يفرق بالاتنين. ها؟ وده اللي لازم يشوفه الجمهور الليلة معانا. يشوف ايه؟ هيشوف روحين كانوا بعاد عن بعض لزمن طويل وبعدين اتقابلوا على غير معاد. يقولوا ايه لبعض؟ ها؟ يقولوا ايه؟ الله مالك بتبحلق لي كده ليه؟ انا لا 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 ابدا ابدا لا. انما قولي لي انت مين؟ مش ممكن تكون انت هي. وبعدين معاد عاوز يعرف انا مين؟ سامعين؟ عاوز يعرف انا مين؟ ارجوك ما تخرجش عن الاتفاق. انا ما خرجتش عن الاتفاق. انا تحت امرك. خش في الدور. اي دور؟ هنعيد اللي كان. اللي كان بينه وبينها. هنوري الناس دول ازاي حبيبها قتلها. يلا نبتدي. ايه مالك خايف كده ليه؟ هي دي برضه اصول التمثيل؟ ده انت بتقلب للمسرح، يعني لازم تكون جريء عن كده. انا مش خايف ولا حاجه. انا مش فاهم ابتدي منين. تبتدي منين؟ ما تستعجلش، للبلدنا طويل. على فكره انا حناديلك واقول لك يا حسن. بس انا اسمي الحقيقي حسن. هو برضه كان اسمه حسن. مش بتحصل في معظم الروايات ان الممثل مثلا يبقى مفهوم 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 مفهوم. طيب وانت هيبقى اسمك ايه؟ اسمي روح. قول لي يا روح. روح القتيلة. بس ازاي دي تيجي؟ مش ممكن انسان يقتل اللي بيحبها. ما بلاش نخش في حكاية القتل كده على طول. احنا عاوزين بداية حلوة كده نفرفش وننعنش بيها الجمهور. انت مش لسه من شوية كنت بتتكلم عن الترفيه وعن الترويح؟ ما تيجي نرفه عنهم شوية. تعالى. فاكر يا حسن فاكر كل شيء. فاكر آخر يوم لينا مع بعض ليلة السفر؟ مرسومة في خيالي بالظبط زي ما كانت. نفسي أعيشها من تاني. وأنا كمان نفسي. كانت ساعة ليل زي دي. فاكر؟ هناك في الجنينة، جنينة البرتقال، وما كانش فيه فوانيس ولا كلوبات. قلوبنا بس هي اللي كانت بتنور لنا الدنيا، واحنا ملهوفين على بعض، والنجوم من بعيد هي الوحيدة اللي بتطل علينا. Thank you.
سيبني؟ هرجع لك يا حبيبتي، في اول اجازه هتلاقيني جنبك على طول. ولغايه الاجازه مش هشوفك. وانتي لا بحب اشوفك وامسكك بايديا دول، مش هلاقيكي. معلش يا حبيبي نستحمل، مش ياما اتمنينا اليوم ده من زمان انك تنجح وتخش الجامعه. الحمد لله اهو ربنا حقق لنا كل اللي طلبناه منه. الحمد لله. بس ايه؟ بس بكره القطر ماله؟ هياخدك مني ويقول توت توت توت. ايه رايك؟ ايه رايك؟ تيجي تسافر معايا دلوقتي وتصبح الصبح ما يلاقوناش احنا الاثنين؟ يا ريت. ايه رايك؟ يا ريت يا حسن. ان شاء الله اخدمك وبس، اكلك واشربك واغسل لك هدومك واخلي بالي من مذاكرتك علشان ما تروحش كده ولا كده. ايه؟ كده ولا كده ازاي بقى؟ يا ما انا خايفه لا بتوع مصر وحلويات مصر ياخدوك مني. يا شيخه انت في ايه ولا في ايه؟ انا لسه غمض عين وفتح عين ابص ايه؟ خلصت وخدت الليسانس. سيبني انا اكمل وترجع تعيش تاني مع اهل بلدك وتفتح مكتب في البندر وتبقى محامي كبير قد الدنيا، وقضايا البلد كلها تتحول عندك وتخدم الغلابة والفقراء والمساكين. يا ريت. انا نفسي زي ما قلت لك اعمل البلد دي حاجة كتير. وتجيب لنا المية والنور وتردم البركة اللي جنب الجامع. ايوه. علشان حرام بيت ربنا تبقى حواليه بركة بالشكل ده. وتعمل مدرسة جديدة بسرعة يا حسن قبل ما الموجودة دي تتهدى على الاولاد. ايوه. وفي حاجة مهمة كمان جدا. ايه هي؟ اكتشف اختراعي ضاع الناموس. يا سلام عليك يا حسن، طول عمرك بتكرهه ما بتستحملوش. لا هي مش حكايه ما بستحملوش ولا حاجه. مالي هو كده شيء حقير وفظيع. انت ما بتستحملوش. تصوري بقى ايه ان في ناموسه دلوقتي لدعتني. لازم سمعتك وانت بتشتمها. حبت تتم لنفسها مش كده؟ تصوري بقى انها بتوجعني قوي. وحياتك بصي على شكلي كده. ابوسها؟ لا لا ما اقدرش. وحياتك لا اتكسر. وحياتك انا اهون عليكي؟ ويعني انا اهون عليك؟ اهو بكره الناموس ده هيدور عليك مش هيلاقيك وهيلاقيني انا بس. وهاتك بقى القرصي قرصي 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 هيلدع فيها لما هيموت. نصيبي من القرص هتاخديه انت. هستحمله علشان خاطر عيونك يا حسن. لا بس انا بغير حتى من الناموس. من كل شيء حوالينا دلوقتي، من النجوم البعيده اللي هناك دي وبتبص علينا دلوقتي. وتقول انا سامع كلامك شهد على العهد اللي بينكم. انا مش عاوز اشوف حاجه في العالم ده كله دلوقتي غيرك انت. غير عينيك دي اللي بتضوي في ضوء النجوم. انا بتكسف. وخدودي خدود الخوف يا حسن بتكسف. وشفايفك الكريس. يا حبيبي يا منه حصل طلع يا خساره. مظبوط.
ايه هو اللي حصل؟ هقولك. حاضر، بس خليك معايا في الدور. انا معاك على طول. ارجو ان اكون مثلت معاك كويس. انت ممثل عظيم طول عمرك. طول عمري؟ قصدك ايه؟ احنا دلوقتي في... لا 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 ابدا، احنا دلوقتي في استراحه. على فكره ده كان وصولك تبقى ممثل مش مؤلف. لا ازاي؟ ليه؟ عشان كان لازم تكون استنتجت ايه اللي حصل بعد كل اللي مثلناه. لكن معلش، ندخل من تاني في الدور. ندخل ندخل. خش يا خا، خش خش في الدور. انت لسه مش ميت. بس هادي علي الادبي يا ماما. معلش خليك معايا. نرجع من تاني للرواية. ايه مالك بقيت عصبي كده ليه؟ مش هي دي بلدنا؟ وزي ما فيها الحلوة فيها المرة. جمهور بلدنا ولازم نستحمله. ونزل مصر، غاب عليها كتير. فاتت اجازه ورا اجازه ورا اجازه ولا جالهاش. تعمل ايه؟ خطابها كتر. تقول ايه؟ وجواب ورا جواب ورا جواب ولا حتى رد. يمكن ما وصلوش. ما تقولش ما وصلوش، قول ما وصلنيش. انت دلوقتي هو واحنا خلاص دخلنا في التمثيل. رد. اقصد يمكن ما وصلنيش. يمكن وصلت الجوابات ولا ما وصلتش؟ وصلت. يبقى ليه بتكذب؟ خايف على احساسك. اسم الله عليك. وبعدين معاكي بقى. خايف على احساسي حضرتك؟ لا يا استاذ، انت مش خايف على احساسي ولا حاجه. انت ما كنتش بتحبني وكله كان خداع في خداع. ارجوكي ما تقوليش خداع. انا من يومها ما عرفتش اعوضك. كلامك الحلو الجميل، كلامك اللي بتكتبه في الروايات والمسرحيات وبتضحك بيها على العقول، عقول الصبايا المساكين. اصبحت حتى بتشك في كلامي. انت المسؤول، انت اللي حرمتني من اني اصدقك. انا ياما صدقتك. كان ربنا فوق وانت تحت. ما كانش حاجه في الدنيا دي كلها غير نظرتك، غير كلمتك، غير خطوتك وانت جاي هالل عليا من على الجسر فوق. كان كل شيء تاني في عينيا مفيش. وانت كل شيء، وانت اللي مولت كل شيء. انت بكده بتحرميني من اجمل ايامي، من اجمل ذكرياتي. اجمل ايامك، اجمل ذكرياتك. لا يا حسن، مش هحرمك منه. تعال نفتكر من جديد. فاكر يا حسن؟ فاكر اخر يوم لينا مع بعض هناك في شقتك في مصر؟ حسن.
حسن. انت هيجوزوني يا حسن. يجوزوكي؟ ايوه، والمره دي لازم يحصل. ثلاث مرات قبل كده وانا اقول لا بحجج ومعذير وعياط، المره دي كلهم واقفين لي. لا ليه؟ لازم المساله فيها سر، وده اللي جابني على طول. وجيت ازاي لوحدك ولا مع حد؟ مش ده المهم دلوقتي، قول لي اعمل ايه. ازاي بس هيقولوا ايه بس لما يدوروا عليك وما لاقوكيش؟ قبل المغرب هكون في البلد. حسن قول لي اعمل ايه. تعملي ايه؟ هو مين ده اللي عايز يتجوزك؟ يكون اللي يكون يا حسن. حسن انت مش حاسس باللي انا فيه؟ كلمه واحده بس عاوز اسمعها منك دلوقتي، ايوه ولا لا؟ ايوه ولا لا. ازاي بس المساله مش بالبساطه دي؟ مش بالبساطه دي يعني ايه؟ انا ظروفي صعبه، انا لسه بس من يومين خارج من القسم. انا كنت محبوس. ليه؟ بنكافح عشان البلد. بلدنا مصر كلها محتاجه مليون مكافح. خد معاك وانا كافح يا حسن. مش معقول تكافح ازاي بس؟ مش معقول. ليه؟ علمني ازاي اكافح وانا كافح. مش ممكن، المساله صعبه. مش اصعب من اللي انا فيه يا حسن. انا من غيرك حموت وانت عارف. وانا من غيرك ميت وانت عارفه. انا هنا غريب ووحيد. طيب يبقى ليه؟ ليه يا حسن؟ مش عارف. امال مين اللي يعرف؟ حسن حرام عليك يا حسن. ارجوك قدري. ارجوك انت رد عليا. ليه خليتنا احبك؟ ارجوك ليه خليتنا احبك يا حسن؟ رد عليا. ارجوك ما تبقيش مجنونه يا روحي حبيبتي. ارجوك ايه اللي عملتيه نفسك ده؟ مجنون. ارجوك يا حبيبتي، ارجوك فوقي يا روح. فوقي يا روح. فوقي. انا مش عارف ايه العمل، اعمل ايه دلوقتي؟ ها حبيبتي ارجوك فوقي يا روح. فوقي. ايوه فوقي كده يا روح. فوقي يا روح. فوقي يا حبيبتي. فوقي يا روح. فوقي. فوقي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ لا ما فيش حاجه. مين دي؟ بعدين حاولي. بقول لك مين دي؟ معلش خشي جوه بعدين حاولي. لازم اعرف كل حاجه دلوقتي. ارجوكي خشي جوه. بقول لك لازم اعرف كل حاجه. ارجوكي خشي جوه بعدين حاولي. حاولي بعدين. لازم اعرف كل حاجه دلوقتي. انا صوت بس. عاوزين تعملوه. وكان الأب
اللي عاشت فيه من يومها لحد النهار، وهو ولا على باله أي شيء. أبداً 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 أبداً، مش ممكن تكون راحت من على باله أبداً. كذاب! نرجع تاني للتمثيلية ولا تك؟ لا 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 أبداً. أنت ما صدقت تخلص مني. مش مظبوط، بالعكس، أنا رحمتك من الارتباط بيا. أنا كنت خايف عليكي. أنا سجنت بعدها سنتين، وبعد السجن 3 سنين شريط مطارد من غير شغل. أنا كنت خايف عليكي. خايف عليا من إيه؟ ما كنتش هقدر استحمل زيها. هي مين دي؟ هي اللي حبيتها هناك في مصر واتجوزتها. ده موضوع تاني. هو ده الموضوع. لكن ازاي؟ ازاي حسن بيه يتجوز واحدة من الفلاحين؟ ازاي؟ يتسلم معاها معلش، يفرج عن نفسه في ليالي الضلمة والخنقة بتاعت البلد معلش، واول ما راح للنور خلاص كأن اللي جرى مكان، خد كل اللي كان نفسه فيه ومشي. لا أرجوكي هنا نقف، في حقيقة لازم تبان. ايه هي؟ انا ما خدعتكيش في حاجة، انا سبتك زي ما انتي. هو ده بقى اللي بتريح ضميرك بيه، انك سبتلي. غشاء القلب والروح اللي مزعته وسبته ينزف دم يوم بعد يوم. ما تتكلم، اتكلم يا حضرة الكاتب المسرحي المشهور. القطفة الأولى من نفسي ومن روحي، مين أخدها غيرك؟ مين؟ سبتني جثة من غير روح ومشيت، سبتني جثة من غير روح ومشيت. هو ده سر الخلاف بيني وبينك. إيه هو؟ قوله، نفسي أعرف. إنك واخدة الحياة قضية حب وبس، والحياة مش كده، الحياة مليانة بالمشاكل والقضايا، وأنا عمري ضاع في الكفاح. كفاح؟ كفاح إيه اللي عمرك ضاع فيه؟ مش هي دي البلد؟ مش هي دي البلد اللي كان نفسك تعمل لها حاجات كتير؟ بالك قد إيه ما جيتهاش؟ أنت يا أستاذ بتخاف تجيها علشان ضميرك ما يعذبكش لما تشوف اللي فيها، علشان ما تفتكرش انك خنت عهدك معاها، عهدك في ضي النجوم. لا لا لا، انا ما خنتش العهد. انا كل اللي قدرت عليه عملته، وكل اللي بقدر اعمله لغايه النهارده بعمله، ما بضلش بحاجه. وهو ده اللي جابني النهارده هنا. جاي تعمل ايه؟ فرق التمثيل على طريقتك؟ هو ده اللي انت جاي تعلمه لهم بعد الغيبه الطويله؟ تعلمهم ازاي يضحكوا على العقول بالكلام؟ وكلهم رجاله زي ما انت شايف، وفي الاخر الضحايا هم دول. انتوا الغاويين تبقوا ضحايا. ليه ما بتتحركوش؟ وانت كمان كان ممكن تبتدي حياتك معاه وتبتدي من جديد. مع مين؟ جوزك اللي جوزتيه انسان طيب، وكان ممكن. اه يا منافق، بتدافع عنه دلوقتي؟ عاوز تتفق معاه ضدي؟ انت فاكر انه هيصفح عنك؟ لا، انت اصلك ما تعرفوش كويس. هو لو عليه يقتلك ويخلص منك. سيبه هو يقول كلامه، الدور خلاص جه عليه. تعالي هنا، ما تبقيش مجنونه، في كلام بيني وبينك عاوز اقوله. اوعى كده، خلاص ما عادش فيه كلام بيني وبينك. أرجوك. وما عادش فيه اصرار. انا عاوز اقول، واللي عنده كلام يقوله، ويقولوا في العلن قدام الناس دي كلها. مظبوط مظبوط. وبعدين يحكموا عليا وعليك وعليك. تعال انت اللي هتمثل جوزي.
الغفارة فندي. ايوه اللي قاعد جنبك ده هيمثل. تعال من فضلك وهخلي اسمك زي ما هو، هنديلك برضو واقول لك يا عبد الغفار افندي. حوش حوش عنا يا رب حوش. يحوش ايه يا استاذنا؟ يحوش ايه؟ من اول ما ابتدينا وانت قاعد تقول له حوش وما بيحوش. اهو يحوش. احنا اللي لازم نحوش. اتفضل. اقعد. خليك قاعد مطرحك. اتفرج وبس وقول حاضر. حاضر؟ حاضر. ايه يا عبد الغفار يا فندم؟ مالك مخدود كده ليه؟ احنا مش بنمثل؟ الحكاية كلها تشخيص في تشخيص. قوم يا عبد الغفار يا فندم شخص معاها. قوم قوم قوم. بس انت هو بلاش قلة أدب. انا لا بتاع تشخيص ولا كلام فارغ من ده. معلش يا سيدي، ليلة في العمر نلعبها مع بعض سوا، نفرج فيها عن نفسنا، نشيل اللي كاتم على القلب من سنين وسنين. يا استاذ عبد الغفار، اتفضل معاها سيادتك لو سمحت. والله على المسرح ارجوك. سيادتك شايف المسرح فاضي اهو. الله مستنيه بس يا استاذ عبد الغفار. مش ممكن ابدا، في حدث كبير بيتكون على المسرح. اكشن اكشن. انت بتشتم يا ابني. للأدب. حوش عنا الاكشن يا رب. جرايا يا عم غفار افندي، حرام عليك يا اخي. جرايا يا سيدنا، جرايا يا اخي. ما كفاياكوا ظلم بقى يا اخي، كفاياكوا ظلم. البلد دي فيها عمدة يا عبد الغفار افندي، وفيها امن كمان، فاهم؟ امال يعني لو كان قال لك كونديشن مثلا كنت عملت ايه؟ حوش عنا الكونديشن يا رب. انت هتشعللها ليه؟ هتشعللها ليه؟ انت تقعد وتقول حاضر حاضر بس. بس خلاص خلاص، ما تفتكروش ان انا زعلان يا جماعه، بالعكس انا مبسوط. لازم تعرفوا ان انا مبسوط. اللي حصل ده كله جزء من الدور، جزء من الدراما، لازم تكونوا عارفين كده. انت يا استاذ عبد الغفار، انت اتبيك ممثل عظيم، مش تقول لي يا راجل. يلا اتفضل خش معاك الدور. اهو كان كده زيك بالظبط، وعشان كده اخترتك. كان لما يغضب عينيه تطق نار ويبقى هايج زي الوحوش، مع ان كان شكله حلو ومسمسم ونحيل زي غصن البال. اتفضل تعالى يا عبد الغفار افندي. اتفضل عبد الغفار افندي. استاذ عبد الغفار. يا استاذ عبد الغفار اتفضل بس معاها ارجوك. برضه مش عاوز تيجي؟ انا ماشي من هنا. اوعى كده اصلا انت اهو. اقف عندك. ماشي رايح فين؟ انت عايزه مني ايه يا ستنتي؟ مالك ومالي؟ ما تسيبيني في حالي فهد جريلي. ايه اللي جريلك يا عبد الغفار افندي؟ انا شايفه انك مبسوط 24 قرات وحالتك عالي العال والاشياء معدن، لابس عبايه فوق الجلابيه والدنيا صيف، يبقى مالك معقدها كده؟ يا راجل ما تبقاش غاوي نكد كده على طول. يلا تعال تعال يا عبد الغفار افندي. اتفضل. شايف كان جريء ازاي؟ لازم تكون اجرا منه، ولازم تمثل كمان احسن منه. خلاص مش عاوز تمثل؟ ابقى اشيل الوش ونفض. لا 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 يا استاذ عبد الغفار، يا استاذ عبد الغفار، عشان خاطر روح لها، روح لها ما تبوظ علينا الروايه.
برافو. سأقول تمام، كان زيك كده وانت واقف مكانك دلوقتي. أول يوم اتجوزت فيه قلت في عقلي يا بنت انسي اللي فات وافتحي له قلبي، يمكن الزرع يخضر من جديد. اديه نفسك وقلبك وكله. فتح الدولاب يطلع منه حاجة، قلت يا ترى ايه الهدية الحلوة اللي هيهديها لعروسته ليلة دخلتها. واتفتح له قلبي اكتر، بصيت لقيته جاي عليا ومع حاجة غريبة، كتاب وسيف. حط الكتاب قدامي وقال لي هاتي ايدك اديتها له. خدها وحطها على الكتاب وقال لها عهد مين ده؟ قلت له عهد الله. قال لي لا شباك ينفتح ولا باب، ولا باب ينفتح، لا تروح الناس، لا تروح الناس ولا ناس يجول، ولا ناس يجول، علشان الناس ما وراهمش غير المصاري. كنت تعبان مجروح، عاوزه لم جرح واعيش. قلت حاضر حاضر، ما اكتفاش بكده وبس. عارف قال لي ايه كمان؟ لا معرفش. بص للسيف وقال لي انا لو مني انت قتلته بالسيف ده على اللي حصل منه بحقي. لكن معلش، لكن معلش، ان الله غفور رحيم. بتقول لي غفور بلسانك وانت بعينك نازل فيا سكاكين، ماسكها لي زله، مع ان زي ما سمعته منه دلوقتي. انت بتقولي ايه يا ست انت؟ انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم، فاهم كل حاجه، بس انت اللي مش عاوز تخش جد في الدور. لازم الروايه توصل للنهايه يا عبد الغفار افندي، لازم. انت عايزه توصليها لحد فين؟ كفايه بقى لحد كده، حرام عليك. ما تتكلمش معايا بصوت واطي، ها؟ علي حسك، علي حسك علشان كلهم يسمعوك. ايه هو اللي حرام؟ وحرام كل شيء حلو عندك حرام. الشارع حرام، الناس حرام، الضحك حتى الضحك حرام، كشف الوش حرام. ليه؟ ليه؟ ليه الوش اللي خلقه ربنا تخبيه وتحرم عليه النور والشمس وهوا القطار، خصوصا اذا كان الوش ده حلو وجميل؟ مش مصدق انه حلو؟ اكشفهولك علشان تشوفه. لا لا، ولا ما بتحبش الحلوين؟ ده برضو عندك ذوق وبتعرف تنقي. على فكره، على فكره، انا الليله حاطه الاحمر والابيض ليله من نفسي بعد سنين السواد اللي عشت فيه طول عمري، وعشان كمان اداري منه السفاره، سفاره الحزن الطويل. اشيل الوش ولا تشيله انت؟ لا لا، هما كمان عايزين اشيله. لا مش كده؟ لا ايوه عايزين، ايوه عايزين، شيل الوش، شيل الوش. انا كمان عايز اشيله، خلاص خلاص، ما عدتش طايقاه، مش طايقه وشي يتحط على وشي. عاوزة ابقى مني للشمس، للهوا، للناس، للدنيا كلها كده على طول. مجنونة هي مين دي اللي مجنونة؟ إذا كان ده الجنون، أيوة أنا مجنونة، مجنونة، أيوة أنا مجنونة، أيوة أنا مجنونة، مجنونة، أيوة أنا مجنونة، مجنونة. ودي اللي خلص عليك. سيبوني سيبوني يا بلد كفر، يا بلد فقرة، أنا هخليها دم دم. هو فين الدم؟ هو عاد فيه دم علشان ينزل؟ ما خلاص خلصت عليا، دفنتني بالحياة طول السنين اللي فاتت ولسه مش مكفيك؟ كفاية كفاية. سيبوني ابعدوه، سيبوني ابعدوه، سيبوني سيبوني سيبوني. بهية افتح الشباك يا بهية، لا افتح الشباك وما تخافيش، لا افتح الشباك يا بهية.
اتجننت واللي جننها الكلب ده. سيبوني عليه، سيبوني عليه. سيبك ازاي؟ هي فوضى. ما تلغز يا عبد الغفار افندي، الغز يا اخي كله. ايوه سيبوه، سيبوه يا اما تمسكوا ده كمان، ولا عشان بتاع مصر يعني يا بلد تخاف ما تختشيش. سيبوه يا جماعه. لا سيبوه ساس، سيبوه ارجوكم، مش معقول كده. ايوه يا اخي تعالى لي هنا، من زمان وانا عايزك مني ليك. انت ذئب وحقير، ايه اللي جايبك البلد النهارده؟ مش كفايه انك جاي تضحك عليهم، جاي تخرب بيت انا كمان؟ انت مش في حال الواحد يناقشك فيها. انت ابسط حاجه تستاهلها هي الخنق، لكن الواحد ما ينكسش ايده ويحطها عليك. لك ايه في البلد دي عشان تقيها وتتكلم باسم الفلاحين والشعب يا دجال؟ انت بيتك اللي فيها بعت بيت ابوك اللي بناه بعرق وسابه عشان يفضلوا فيها ذكرى ما عنش عليك تسيبه. بعته انقاض، وبعد الانقاض بعت الارض عشان تصرف فلوسها على مصر وليالي مصر وسهرات مصر. بعد كده تقول لي الفلاحين والمبادئ والشعب. انت لو عندك دم ما تستناش هنا ثانيه واحده، تمشي تمشي ولا توريش وشك ده لحد بعد كده هنا ابدا. ما تتكلمش ليه؟ ما ترد. لكن هتقول ايه؟ اقول انك انسان موتور وحاقد، والحقد هو اللي مغطي عينيك بسواد. ايوه انا بعت بيت وارض اللي هنا، ما عرفتيش اي حاجه ملك فيها، طوبه واحده ملك ما اصبحليش. ومع ذلك بحس ان ليا في كل ذره تراب فيها، في كل بيت، في كل شهره، في كل جسر، في كل واحد من دول. ايوه اضحك عليهم بكلمتين من تاليفك اضحك، بس خلاص يا سعاده البيت، الناس صاحيه. وعلشان كده بتكلم. انا كان ممكن اشتري على البيت بيتين ودورين ومكانتين ري، واشارك على 50 جاموسه ومعزه وخروف زي ما انت عامل بالظبط، لكن ده ما كانش طريقي. ايوه انا بعت بيت اللي هنا، لكن بعته ليه وامتى؟ بعته في ايام سودة مرة علشان ما باعش نفسي واخون. هو انت لسه ما خنتش؟ ما وديتوا البلد في داهية، عايزين تعملوا فيها ايه اكتر من اللي عملتوه؟ لا البلد ما راحتش في داهية، انت اللي نفسك انها تروح في داهية. البلد حصل فيها حاجات جديدة وعظيمة رغم كل شيء، انما انت مش ممكن تعترف فيها ولا تقف معاها، بالعكس عاوز تموتها وتقضي عليها من اولها، وهو ده موقفك النهاردة من الفرقة الجديدة اللي احنا عاوزين نكونها. الفرقة الجديدة اسمها اللعبة الجديدة مش الفرقة الجديدة. الفرقة دي انا اصلا تعرفوا ايه اللي وراها؟ الفرقة دي دعاية انتخابية عشان الانتخابات اللي جاية، عاوز يلف بيها في بلد التانية عشان يعمل دعاية لنفسه. وبعدين سامعين؟ عرفتوا كلامي؟ هو ده بقى موقفه من زمان، من اي حاجة جديدة تطلع في البلد يشوشر عليها يشكك فيها علشان يموتها ويقضي عليها من اولها. وبعدين يقول هي فين الثورة؟ الثورة ما عملتش حاجة، الثورة هي المسؤولة. يا منافق. دلوقتي بقت ثورة، ولما كنت بتقول عليها انقلاب نسيت؟ لا ما نسيتش طبعا، وايامها كانت افكاري بتعجبك وبقينا اصدقاء رغم المستخبي جوه النفوس. انا عمري ما اتفقت معاك في فكر في التآمر، معلش مش كده؟ لكن احنا مش بتوع تآمر ومش جامدين، وكان لابد من الاعتراف بان اللي حاصل ده ثورة، طرد الملك، تحطيم الاقطاع، خروج الانجليز. خروج الانجليز. سامعين يا ناس؟ سامع يا الحسنين ابو فرقلة؟ ارمي يا ابني فرقلتك خلاص واستريح. خلاص رميتها عبد الغفار، لكن بقى معايا ده وسبع ارواح. ايوه وانا معاك يا الحسنين. ايوه يا استاذ جدينار، بس ده مش دورك يا ابني، خليك في دورك ارجوك، ما تخرجش عنه. دور ايه اللي بخرج عنه يا استاذ؟ أنا مش بمثل دلوقتي،
سيد عبد الغفار، شايف الرواية ما خلصتش زي انت ما بتتصور او بتحلم. الرواية بتتطور، واليوم جاي اكيد وحنشعلها نار عليهم. ايوه وحننتصر يا محمد، حننتصر يا الحسنين، لازم ننتصر. ايوه لازم ننتصر، بس عشان ننتصر لازم الداخل ينضف. ايوه لازم الداخل ينضف، لان الداخل اخطر. الداخل هو النصر وهو الهزيمه. اهي هي دي الحكايه يا استاذ عبد الغفار، زي ما الطلبه والفلاحين قالوها لنا وجت بمنتهى البساطه. اه يا دجال يا نصاب. مش انا لوحدي بقى اللي دجال ونصاب، كل دول بقى نصابين ودجالين، مش كده؟ وانت علشان تبقى صادق مع نفسك ومع الناس دول، لازم تقلع الهدوم اللي انت لابسها دي وتلبس لبس الجنرال وتعيش بيها وسط الناس، لان هي دي حياتك. حقيقتي يا كلب. حاسب يا حسن، حاسب. سكينة يا عبد الغفار، فين الدين وفين الرحمة؟ خلاص كلكم بقيتوا معاه، كلكم بقيتوا ضدي، حتى انت كمان يا بدير. عايز بدير يعمل لك ايه تاني بعد اللي عملته؟ يقف معاك ازاي بعد كده؟ ده انت كنت هتقتلها، كنت هتقتلها. لا انا ما كنتش عايز اقتلها هي، انا كنت عايز اقتله هو، مش هسيبه اليوم انما مات. ما تركز يا عبد الغفار افندي، انت عارف اللي عملته ده يوديك فين؟ يوديني فين؟ يوديني مطرح ما يوديني، اكتر من اللي حصل هيبقى ايه؟ ده انا هخليها دم. ما كفكش الدم اللي سال يا عبد الغفار، لكن حندفعك تمن دمها غالي غالي. محب هات السكينه دي الحرازه للتحقيق. انه تحقيق؟ التحقيق بيننا دلوقتي فورا، ومفيش اي حد غريب هيتدخل، عشان خلاص خلاص كل حاجه بانت على حقيقتها. اضرب، ما انت معاه من البدايه، لكن وديني لخلص عليك واحد واحد. امسكوه كويس يا ناس، الله مش ناقصين ما دام هتحصل في البلد. هات السكينه دي يا محب. هات ورا صديق، حرص عليها كويس عشان التحقيق. بينا عبد الغفار افندي. لا لا مش لوحده، ده كمان لازم تاخدوه. انا؟ ايوه انت وهو. فضلتوا تضربوا في بعض لغاية ما الضربة جت فيها،
وكنتم حتقتلوها يا وحوش. بس الاستاذ حسن ما عملش حاجه يا شلبيه، وكلنا شاهدين ده اللي جاي ومعاه سكينه ومرتبه في دماغه. ايوه بس ده سكاكينه افظع واحمد، لسانه فيه الف سكينه يقتل بيها بلد. جاي حضرتك تحاسبه النهارده وتعمل ثوري قدامنا؟ كنت فين من زمان؟ ما جتش ليه تقعد ضد التخريب وتعمر؟ ولا بس كلام في كلام زي ما قالت لك من شويه وكشفتك؟ خلاص هي لا بقت تخصك ولا تخصه، بقت تخصنا احنا، واحنا اللي هنداويها وهنشفيها لغايه ما تطيب وتقف على رجليها وتضللنا بجناحاتها. عايزين تخربوا بيتي، عايزين تخربوا بيتي. بيتك الهون، البيوت اللي زي بيتك دي لازم تنخرب وتنهد على اللي فيها، عشان دي مش بيوت، دي زنازين، بيوت عنكبوت تفضل تتبع اللي فيها يوم بعد يوم لغايه ما تخنقهم وتطلع روحهم. اخرجوا يا بنات، اخرجوا اخرجوا زي هي ما خرجت، بس ما تهربوش زي انا ما هربت. وقفوا لهم، وقفوا لهم زي هي ما وقفت لهم، حتى لو وقفلكم بسكاكين ما يهمكمش، ما يهمكمش زي هي ما همهاش، ولا كمان ولا هيهمني. انا مش ههرب بعد النهارده، انا هقف وهقول لا لا. بنت الشلبيه بتقول ايه يا بنت؟ بقول اللي بقوله يابا. وكاتب كتابك يا بنت تراسيه. انسى ازاي الحبل اللي بتفتلهولي يوم بعد يوم عشان تشنقني بيه؟ لا يابا لا، انا مش هتجوزه، يعني مش هتجوزه. ضحكوا عليك عشان تروحي معاهم الفرقه وتشتغلي مشخصه طيه. مشخصه طيه ايه وفرقه ايه؟ انا عايزه اعيش الاول يابا، عايزه اكمل تعليمي. تحبسني ليه من دلوقتي؟ خلاص صعبان عليك اللقمه اللي بتاكلها لي يابا. لا ده انا اكرم لي ادور بمشنة عيش فوق دماغي وابيع واكل نفسي. هي وصلت لحد كده؟ اضرب يابا اضرب يابا اضرب اضرب اضرب. انا مش هستنى لغايه ما يحصل اللي حصل لها، ابدا ابدا يابا ابدا ابدا. رجع للطير جناحاته، رجع للطير جناحاته، رجع للطير جناحاته. قول يا طير، قول يا طير. خلاص خلاص يا نوح، قلنا كتير وعدنا كتير، آن الأوان للطير يطير. طير يا طير وعلي في سماواتك. رايحة فين؟ خليكي معانا، ما تسيبيناش. أيوة ما تسيبيناش. أنا جليلة اللي أبويا حلف عليا يمين أول السهرة وحبسني في البيت، هربت وجيت. خليكي معانا، ما تسيبيناش أبدا 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 أبدا. مش هسيبكم، مش هسيبكم لا، بس بس لازم أمشي، لازم كلنا نمشي. من زمان، من سنين عاوز اجري لغايه ما اطلع الجسم فوق واشوف النيل والغطان ومنظر بلدنا من فوق. نفسي اضم لصدري كل شجر، عايزه اشم كل نسمة، عايزه ابوس كل زرع. مش في غطان بلدنا بس لا، في كل الغطان وفي كل البلاد لازم افك الجرح وارويها بدم. سلام جرحك يا حبيبتي. كفايه الدم اللي نزل مني، كفايه كفايه. انا حسن دلوقتي بس بتولد من جديد. اتولدت يا حبيبتي الكل، كلنا، واحنا اتولدنا معاكي، كلنا اتولدنا معاكي، البلد كلها تتولد معاكي. شايفين نجمه الصبح بالك هناك؟ عايز لك رايحه فين؟ لا خليكي معانا، او نيجي معاكي. نيجي معاكي، ما تمشيش لوحدك، لازم يكون في حد معاكي. ايوه لازم يكون في حد معاكي. خايفين عليا؟ ايوه خايفين. لا خلاص ما تخافوش، سيبوه سيبوا يا الحسنين. الله نسيبه ازاي؟ ده ملوش امان، ملوش امان. ايوه ملوش امان. قلت لك سيبه. هات السكينه يا صديقي. Thank you.
عبد الغفار افندم، سكنتك اهي. سيبونا امشي من هنا. ما حدش مسك. لازم كل واحد فينا يعرف مكانه كويس. انا مكاني هنا. تقبليني؟ قوم يا حسن، قوم وقف على رجليك. مكانك وسط دول لو كنت عاوز. انا مكاني هنا ليوم الممات. الكلام ده المرة دي ليهم هم مش ليا انا. وليك انت، انت بقيت هم وهم بقوا انت. خش جواهم وسطيهم، خليكوا زي ما انتم جواهم وسطيهم. يا سلام يا سلام. شايف شايف المشهد الرائع، مشهد الختام ده مش كده يا استاذ نوح؟ لا مش الختام، دي البدايه. ده مشوارنا لسه في اوله، وما دام بدانا نكمله فتحمله. مشواركم لسه في اوله، وما دام بداتوا كملوا وتحملوا. اتحملوا 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 ولا تيأسوش. مشوارنا لسه في اوله، وما دام بدانا نكمله. مشوارنا لسه في اوله. Thank you.